الكثير من الامهات كيقدموا بعض الاطعمه للطفل الرضيع خلال السنه الاولى ما كيكونوش عارفين بلي هي ممنوعه ومضره وممكن تسبب مشاكل صحيه على المدى البعيد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على هذه الاطعمه الممنوعه، علاش هي ممنوعه وشنو هي الاضرار اللي ممكن تسبب. السلام عليكم، معكم حنان من قناه شات، قناه خاصه بالامومه والطفوله. لاول مره كتشوف هذه القناه هذه انضم لنا الا كنتي حامل او ام او كيعجبك بحال هذه المواضيع وبغيتي تستافد انضم لنا وضغط على الزر الاحمر اللي كاين تحت، فعل الجرس كذلك باش يوصلك اي فيديو حطيت في القناه، كذلك هبط لصندوق الوصف غادي تلقى بزاف ديال الفيديوهات الخاصه بتغذيه الرضيع، بدايه التنوع الغذائي، وصفات، روتينات غذائيه، تنظيم النوم، كيفيه التعامل مع الرضيع، بزاف ديال الحاجات اللي غادي تفيدك. الحليب البقري سواء كان معقم، مبستر، حليب طازج، ممنوع البنات كحليب للشرب، يعني حليب اساسي للطفل خلال السنه الاولى ديالو. الحليب الوحيد اللي خصو ياخذه هو الحليب ديال الام الطبيعي او حليب النمو المخصص للرضع اللي كاين في الصيدليات. بزاف ديال الاسئله كتوصلني، ولدي عنده 8 شهور بديت له سليم حليب جوده سونترال اولا، يعني الحليب اللي كاين في المحلات التجاريه اللي كنستعملوه حنا ما يمكنش ناخذوه للطفل الرضيع كحليب ديال الشرب. ممكن في السنه الاولى ممكن نستخدموه مع بعض الوصفات، نضيفوه مع الشوفان، مع الرز، مع السميده، نضيفوه بكميات قليله ابتداء من 8 اشهر، لكن باش يشربوا لا. علاش؟ لان هذا الحليب هذا مغاير في التركيبه ديالو تماما على الحليب ديال الام او الحليب الاصطناعي، فيه نسبه بروتين طالعه، فيه نسبه املاح طالعه اللي ما كيقدش عليها الجسم ديال الرضيع وبالضبط الكليه ديال الرضيع، وممكن تسبب مشاكل صحيه في المستقبل. الملح من الاخطاء الشائعه اللي كتقوم بها بزاف ديال الامهات هو انهم كيضيفوا الملحه للخضر باش الطفل يتقبلها وياكلها، وكنبداو نقيسوا التقبل ديال الطفل على التقبل ديالنا، يعني انتينا ما يمكنش تاكل خضره مسوسه فحتى الطفل ما يمكنش ياكلها مسوسه. لا البنات، نقدموا الخضره بلا ملحه. علاش؟ اول حاجه لان نسبه الاملاح اللي كاينه في الحليب وفي الخضر وفي الاطعمه الطبيعيه اللي كياخذها الطفل هي نسبه كافيه جدا للجسم ديالو، اي اضافات اخرى ديال الملحه خلال السنه الاولى ممكن تسبب مشاكل كذلك على مستوى الكليتين ديال الرضيع. فما نضيفش ملحه، نخلي الطفل ديالي يتذوق الخضر بالمذاق الطبيعي ديالها. الطفل يلاه غادي يبدا التذوق، فهو ما عارفش حاجه ملحه وحاجه مسوسه، فغادي تقبلها الى خداها بالشكل الطبيعي ديالها في الاول. فما نضيفوش الملحه نهائيا حتى يكمل الطفل سنه، عاد ممكن ديك الساعه نضيف واحد الحبيبات صغير، يعني روح شويه ديال الملحه فقط. السكر المصنع او اي منتوجات كيدخل في التكوين ديال السكر الابيض كذلك ممنوع على الطفل خلال السنه الاولى. علاش؟ اول حاجه لان الطفل كياخذ سكريات وكياخذ يعني الكربوهيدرات من مصادر اخرى اللي خصها تكون طبيعيه، يخدم من التمر، يخدم البنان، يخدم الفواكه، يخدم الحبوب الكامله، هادشي كله كيعطيه سكريات بطيئه وكيعطيه طاقه للجسم ديالو، فما نحتاجوش نهائيا اننا نضيفوا سكريات اخرى، والا غادي نطيحوا فان الطفل يقدروا يتسوسوا له سنينات، يقدر يطيح في مشاكل ديال السمنه وزياده الوزن، فما نضيفوش سكر نهائيا. زائد على هذا ان الطفل ملي كيعتاد على الاطعمه الحلوه، يعني كيتعود ياغورت يكون بالسكر ولا ياخذ اطعمه اللي فيها السكر، فهنا كيبدا يحيد من الاطعمه الطبيعيه، ما كيبقاش باغي لنا الخضره، ما كيبغيش الحسوات، ما كيبغيش بزاف ديال الحاجات. علاش؟ لان اللسان ديالو كيتعود على الاطعمه اللي هي حلوه. بزاف ديال الامهات كيقولوا لي شمن ياغورت نعطيو للطفل، كنقول لهم السنه الاولى ما نعطيوش ياغورت بالسكر، ما نعطيوش ياغورت محلى، كون ياغورت طبيعي بدون سكر، واي حاجه غادي يقدموها للطفل الرضيع تكون طبيعيه بلا سكر. بعد اتمام السنه ممكن نضيفوا بعض الحاجات اللي كتكون حلوه شويه، ولكن طبعا بواحد القدر اللي هو معقول. العسل تهو من الاطعمه الممنوعه على الطفل خلال السنه الاولى. علاش؟ كنلقى بزاف ديال الامهات في التعليقات كيبداو ينصحوا بعضياتهم اعطي له العسل طبيعي، ديريها له في السكاته الى اخره. ملي كنقول راه العسل ممنوع كيقولوا لي لا راه طبيعي، راه الجوده ديالو مزيانه، راه الى اخره. ملي كنقولوا العسل ممنوع الامهات راه ماشي كنقصدوا باللي خصها تكون الجوده ديالو مزيانه وخص يكون طبيعي عاد باش يكون مسموح، لا. العسل في التركيبه الطبيعيه ديالو فيه واحد البكتيريا
اللي ما كتقدرش عليها الامعاء ديال الطفل الرضيع، واخا تكون بكميات قليله ويعني ما كتقدرش تهضم الامعاء ديال الرضيع، بالتالي كيقدر يسبب لنا تسممات غذائيه ومشاكل صحيه اللي هي خطيره. العسل ما كيتقدمش للطفل خلال السنه الاولى، بعد السنه الاولى ممكن نقدموه بكميات قليله. كاين بعض الاطباء اللي كيقول لك حتى السنه الثانيه، لكن اطباء اخرين كيقولوا بعد السنه الاولى ممكن نقدموه بكميات قليله، يعني في بلاصه ما غادي نحلي بالسكر مثلا نحلي بواحد شويه ديال العسل الطبيعي ما فيها باس. بالاشياء كذلك الممنوعه على الطفل ماشي فقط في السنه الاولى، بل حتى يكون قادر على المضغ بشكل جيد، يعني عنده الضريسات كيمضغ مزيان كيعرف يتعامل مع الحاجه القاصحه، المكسرات يعني اللوز القرقاع الجوز الكاوكاو هادشي كله ما نقدموش للطفل الرضيع يعني بالشكل ديالو بالحجم ديالو، تيكون الطفل قادر على انه يمضغ مزيان. لان من اكثر الحاجات اللي كتسبب اختناق للطفل الرضيع لا قدر الله هما هاد المكسرات هادو. لكن امتى نقدروا نقدموها مطحونه، يعني نضيفوها الشوفان ونطحنوها، نضيفوها السميده، نضيف هكذا قرقاعه لوزه، ابتداء من 8 اشهر ما كيكونش مشكل، لكن طبعا بكميات قليله، جوج ثلاثه ديال اللوزات واحد القرقاعه، ونطحن مع الفواكه ونقدمها للرضيع. من الأطعمة كذلك الممنوعة على الطفل خلال السنة الأولى أو ممكن نقولوا خلال السنوات الأولى من حياته، الدهون المشبعة، يعني أي طعام مقلي بحال البطاطا مقلية، الحوت مقلي، الوجبات السريعة، دوك الحلويات بزاف، الكيك، البسكويت ديال الزنقة، هادشي كله نحاولوا ما أمكن نحيدوه من النظام الغذائي ديال أطفالنا خلال السنة الأولى، ممنوع منعا باتا طبعا، ومن بعد نحاولوا ما أمكن نقللوا. واحد الحاجة البنات، إلا كنا حنا كناخدو هاد الحاجات بزاف فما يمكنش نبعدوا أطفالنا عليها، حاولوا ما امكن الحاجه اللي عارفينها ماشي صحيه لاطفالكم تحاولوا نتوما تنقصوا منها باش تكونوا نتوما هما القدوه لاطفالكم وتعودوهم على الطعام اللي هو صحي. كانت هذه هي الاطعمه الممنوعه على الطفل خلال السنه الاولى. قريت بزاف حول ان بيض البيض حتى هو ممنوع، الكيوي، الفريز يعني الفراوله، بزاف ديال الحاجات كيقولوا لا ما خصناش نعطيوها خلال السنه الاولى باش ما تسببش حساسيه للطفل، في حين ان كاين دراسات حديثه وهي يعني المعمول بها في الدول المتقدمه كتقول لك لا الطفل او الجسم ديال الطفل شحال ما تعرف على هذا المكون في سن مبكره شحال ما كان افضل، ما كيكونش يعني الخطر ديال الحساسيه، خاصه اذا كان التاريخ العائلي ديال الطفل ما فيهوش حساسيات غذائيه من شي صنف معين. عطيت لبنتي بياض البيض قبل ما تكمل عام، عطيت لها الفريز، عطيتها الكيوي، هادشي كله قبل ما تكمل عام والحمد لله ما كان حتى شي مشكل، فقط يعني كنقدموه بكميات قليله جدا، كنقدموه في الاول بوحدو ماشي مع شي اصناف اخرى، كنقدروا نخففوه بالماء باش نخفضوا التركيز ديالو. صافي هادشي اللي كاين البنات، اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، اذا استفدتوا منه اذا عجبكم خليوا لي جيم، الى جديد على القناه انضموا لنا وضغطوا على زر الاحمر اللي كاين تحت، اي سؤال اي تعليق اي ملاحظه خليوها لي تحت في التعليقات، وما تنساوش تبارطاجيو القناه والفيديو مع غيركم الامهات. السلام عليكم.